لا ما مش مشكل، احنا هنا في تنافس ان شاء الله شريف، معليش ولكن ونحن مع اخلاق العمل السياسي سواء في الخطاب ولا في الممارسه. بالنسبه للهويه، لان تاج اثار موضوع الهويه، قال لك هذا الحزب ما عندوش هويه لان ماهوش اسلامي، ما لا العكس، احنا الهويه تاعنا هي هويه الشعب الجزائري، ومكتوبه في ادبيات الحزب باللي هويتنا الاسلام والعربيه والديمقراطيه، وقلنا بصريح العبارة باللي هذا الحزب يتشكل من مكونات ثلاثة: المكون الإسلامي حاضر بقوة، وأنا جيت من حمص وغول جاء من حمص، المكون الديمقراطي حاضر والمكون الوطني حاضر. إذا حتى جبهة التحرير ما كانش عندها هوية، لا أحيانا في ظروف معينة نتجاوز الصراعات، نتكلم عن جبهة إبان ثورة، يعني ثورة جبهة ثورة. الحركة الوطنية كانت تجتاحها التيارات الثلاث منذ الثلاثينات، كان فيها التيار الوطني والتيار الإسلامي والتيار الديمقراطي في الحركة الوطنية، ولكن أمام تحدي كبير هو الاستعمار، استطاعوا أن يترفعوا عن أنانياتهم الحزبية وأن ينصهروا في جبهة التحرير الوطني من أجل إنجاز هدف معين كبير هو الاستقلال، والحمد نعم لله تحقق. نعم فإحنا عندنا هوية، عندنا هذه المكونات الثلاث، عكس ما يقوله عندنا بيان نعم. أول نوفمبر واضح إحنا نتبناوه كمرجعية، كمرجعية عندنا المواد الصماء تاع 178 اللي موجوده في الدستور وبينت الهويه الجزائريه، والحمد لله وفرت علينا الصراعات الموجوده في مصر وتونس حول المبادئ الدستوريه. احنا عندنا سبع مبادئ واضحه: الطابع الجمهوري، التعدديه السياسيه، الاسلام دين الدوله، العربيه اللغه الوطنيه، الوحده الترابيه، حقوق الانسان والحريات، وضافوا لهم اخيرا العالم والنشيد الوطنيين. عندنا هويه، هذه هي هويه الشعب الجزائري، والشعب الجزائري كره ومل من الحواجز الايديولوجيه اللي فرقت بين الجزائر. احنا الحمد لله الغالبيه ساحقه مسلمه معتدله، ما ناش في حاجه الى اقامه هذه الحواجز، ونفرقوا بين الجزائريين الشرق والغرب والقبائلي والعربي والاسلامي والوطني وما الى ذلك. لا انا نظن هادو ما يسمى عموميات ونظريات، لان ما كانش حزب اليوم في الساحه السياسيه اللي ما يقولش نفس الخطاب، نقدروا نديروه سي دو بخي بابورتي. درك المشكل علاش منذ حتى 2012 وهو سيغول واللي حبابه ينتميوا الى الكتله تاع يعني ساندت الرئيس الجمهوريه وساندوه في كل الاعمال، واليوم نديروش غير اللي المسؤول الاول على السياسه تاع البلاد حطيناه بجنب ما نهضروش عليه ونهضروا على النظريات. الحقيقه هي انه منذ ما جاء الرئيس الجمهوريه الحالي والناس اللي تحالفوا حوله منهم من الافلان ولارندي وحماس، وانتم كنتوا سيغول كان يعني وزير باسم لكن باسم هذا التحالف. اليوم شفنا التحالف سقط. علاش سقط؟ لان خفق، ما عندوش واش يقدم للشعب. درك الواحد كي يسمى كي يخسر كلش يجبد روحه يبدل اللبسه ويقول لا انا جديد. لازم هنايا الجزائريين يتعلموا يتحملوا المسؤوليه امام الشعب. خديت سيرت لازم نشوفوا واش درت. مثلا على هذه يقول لوطوغول ولا لوطوروت، لوطوغول الناس يسموها. هل حقيقه تعملت في بالمقاييس العالميه، وهل حقيقه يعني تستحق الاموال الباهظه اللي استثمرت فيها؟ انا راح مشكل هنا يبقى سؤال راح نعالجوه في الموضوع، ولكن نعم. عندي سؤال اليوم، يعني السؤال الثاني تاعي في هذه الحصه، يعني ذهاب حكومه اويحيا ووصول حكومه سلال، وهي يعني الكونسيل مع الدخول الاجتماعي والسياسي. نعم. اسكو سي با يوسي مانيير دو ريبروندر لا سيتياسيون ما رولونسي ليكونومي مثلا والى اعاده انا بور موا سا سي ان غوفرنمون دو ترانزيسيون. هذه حكومه انتقاليه تروح 2014، درك واش راهم يطبخوا في 2014 ما على بالناش، ولكن كاين حكومه اللي تسير راهي تسير بصح باش تقول لي لا غولونس ايكونوميك وتعاود ما دير والو، ولكن لان الوزير الاول تكلم في هذا الاطار يقول لازم يتكلم مع الشعب، لان الامور خدات شك طابع يعني خطير في كل الميادين. درك لازم هاو قال لك نبداو نقيو المدن، رانا اصبحنا يعني حشاكون في مزبله عامه. مشاكل درك ما طرحش لا سي سلال ولا اللي يستخلفوا ولا ما يقدر يفك المشاكل هذه في ست شهور ولا عام ولا عام ونص. هي الحقيقه رانا رايحين
ولازم نروحوا لانتخابات رئاسيه. وانا لو كان يعني في اقتراح نتاعي كنا نروحوا ما نستناوش 2014 لان الامور هي ربما رايحين تخرج منه. طربيا. لا تفضل باش نزيد نقول درك حنايا يعني نستناو هاد القرارات اللي راحهم ياخذوها مؤقتة يهدنوا الأمور ربما. مي أنا نقول افيك دو روتار افيك دو روتار اي لو فالو لو فير لو 10 ماي. وهاو اللي قال لك باللي في 10 ماي هنا نعاودوا نقلبوا الصفحة لأن 10 ماي النتائج تاعها المجلس الشعبي هذا ما عنده حتى مصداقية. قبل ما يدخل ما يبدا يعمل هاو راحت المصداقية نتاعو. أنتم سي جماعة أنتم راكم طرف الحكومة est-ce que vous partagez واش يقول؟ لا جو بارطاج با وين قبل ما تفقوش اريد اثار نقطه يعني نجاوب عليها سريعا ونتحول لموضوع الحكومه. اثار موضوع طريق السيار. طريق السيار نجاح كبير والدليل ان المواطنين فرحانين به. كانت دراسه قبل ما يقام طريق السيار انا طلعت عليها باللي باش تروح الوهرن الدير ولا قسنطينه الدير 20 ساعه لو ما نداش هذا الطريق. بطبيعه الحال هو يعني باموال جزائريين ما منا حتى من واحد ولكن ناجح ودليل ان الشعب يعني معترف بهذا الانجاز انه عبر عليه من خلال صناديق الاقتراع. السيد نجح بالمقام الاول في 34 بلديه في الجزائر وتحصل على 13 مقعد في 120 الف مقعد بينما حمص والتكتل هذا اللي قال لك الدكتور سفيان يعني كانوا يجيبوا فشلوا في 2007 في ثلاث احزاب جابوا ثلاثه اثنين ما داوش تماما. فالانجاز اللي تحقق الانتخابي في العاصمه تحقق بفضل هذا الرجل لانه يتمتع بمصداقيه كبيره يتمتع برمزيه كبيره راجل محبوب ولم يتحقق بفضل التكتل والدليل انهم في 31 ولايه لم يكونوا موجودين. نعم. وتحقق بفضل المشاركه في الحكومه. الناس الشعب نظن ماهوش غافل. كان ماشي حمص كان يكون وزير هو كان يقدر يكون وزير بدون حزب. شوف طبيعي شوف انت انشقيت على حزب كنت في البيارة معناتها الناس هذه طبيعي الناس اللي فجروا الثورة انشقوا على حزب الشعب. أردوغان شق على أرباكان. الإنسان أحيانا ما يلقاش روحه في حزب ما يلقاش قناعاته. أنا واحد 35 سنة وأنا مناضل في حمص يعني ما هوش من أصحاب النوماديزم يعني بوليتيك ولكن أحيانا واحد يحاول يدير محاولات باش يغير داخل حزب معين ومن بعد يصل الى نتيجه ان التغيير غير ممكن. انا عندي قناعات باللي يعني لازم الانفتاح لازم المشاركه لابد من تغيير قياده يعني محبوبه وتتمتع مصداقيه. حاولت في حمص اخويا ما لقيتش يعني هذا الضاله تاعي قدمت استقالتي بشكل حضاري وما تناولناهم لا بسوء وهما خاوتنا وقضينا معاهم ايام جميله ولكن الجزائر تسع الجميع. نعم كي راك تذكرت يعني انا في السابق كنت خرجت من الحزب انا في 99 كي خرجت من الحزب دخلت للدار انا ما ديتش حاجه من الحزب. احنا مدينا للحزب مدينا شبابنا مدينا افكارنا وقول مد للحزب جاب له كان عنده ثلث مقاعد جاب له 13 مقعد يعني مد له ما داش منه. انا ما يهمنيش شوف نظن موضوع ماهوش تاش في الحقيقه الموضوع على كل الموضوع هو المسؤوليه تاع عندما المسؤول يدخل في حكومه ويشارك في حكومه ما يقدرش يتنصل من المسؤوليه ويقول انا خاطيني هذيك باسم حماس وانا درك راني جايب حاجه جديده. ما تنصلناش احنا تتكلم لا برك باش نتناقشوا ونتحاوروا برك احنا ما تنصلناش احنا كنا مشاركين وقفنا الى جانب الدوله في التسعينات لما الدوله كانت مهدده بالانهيار والتدخل الاجنبي والحرب الاهليه وكان البترول بسبع دولار ودفعنا 500 شهيد ومتحملون مسؤوليتنا لان الرجل السياسي. نعم. عرفوا ماكس فيبر بلي لي ريسبونسابل عنده قدره في ظرف حاسم يتحمل المسؤوليه. احنا تحملنا مسؤوليتنا وشاركنا في الحكومه ومتحملين مسؤوليتنا وكيفاش يكون اليوم ولا زلنا مشاركين اليوم عندنا ملاحظات ننتقد الحكومه في بعض التصرفات ماناش مصحاب تو فابيا نندرج في ظل في اطار يعني الاصلاح هذه اشكاليات هذو سي دي فورم. شوف تكلم انت تقول الجزائري ما كان يقول له فرحان بلوطوروت هذا بيان سور عنده على بالك 50 سنه منذ الاستقلال ما كانش انجاز والانجاز هذا اللي دار باش ندار دار درهم بدرهم الشعب ماهوش ما خلصوش هو ويقول هو دار هو مش هو اللي وقف في القدرون وداره جابوا شركات اجنبيه. نقول لك برك نذكرك كاين اون ايتود هاي لك هنا تقول بان الكيلومتر تاع لوطوروت يستقام في المغرب في المغرب هم جيرانا وداروا في 2009 يعني نفس الفتره تاع الانجاز يستقام لهم حوالي 3 ملايين دولار للكيلومتر 3 مليون دو دولار للكيلومتر. لوطوروت في اوروبا
في فرنسا وألمانيا عندهم يقيموه بحوالي ما بين 5 و6 مليون دولار للكيلومتر. احنا في الجزائر تخدمت ب 12 مليون دولار للكيلومتر. ولكن سيدي عجيب هذا. ولكن سيدي سي سفيان اليوم ما راناش ما راناش على ما الموضوع لا ممكن نجري لي كونتيست ما عنديش انا مانيش تيقني ما جيناش نناقشوا لوطور سيدي لالي ولكن نجيبوا انسان مختص ويلفا كونتيست دي شي برادو ويشرح لك بالتفاصيل. اكسلون ولكن انا جو ريفيان لا كيسيون كو بوزي بوزي توت الور يعني اليوم تقييمكم ولا بلوتو كال كون بونسيفو دو لاريفي دو مثلا حكومه سلال ولا سيد سلال على راس الحكومه